بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أكرم به أهل الجنة، وما أعطى ربنا فيه لأهل الجنة. ينبغي للمسلمين أن يتسابقوا في الأعمال الموصلة إليها، بل مما أخبرنا به في الجنة الحور العين. إذا كان للرجل المسكن ووجد له الطعام ووجد له الشراب فيحتاج إلى الزواج، اسمعوا إلى وصف حور العين في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: للمؤمن فيها زوجتان يرى مخ الساق من وراء 70 حلة، من وراء 70 حلة. ويكرم الله أهل الجنة بنعيم عظيم. أما ترون ما هذا النعيم؟ اسمعوا إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينادي الله في أهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة. فينظرون فيقول الله لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف ربنا الحجاب عن وجهه، فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. الله أكبر. يا أمة الإسلام، تخيلوا إذا كان الواحد منا في الجنة والله يناديه: هل رضيت؟ فإذا به يرفع بصره ويكشف ربنا الحجاب عن وجهه، يكشف الحجاب عن وجهه، فينظر إليه الخلق: هذا الذي ركعوا له، وهذا الذي سجدوا له، وهذا الذي أكرموا به. إنه النظر إلى وجه الله، إنه النظر إلى وجه الله. تسجيلات دار الحديث بمركز النورين بمدينة دمار تقدم لكم وقفة مع قوله تعالى: إن للمتقين مفازا، لشيخنا وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وصفيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات والنار. أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل جاءنا بهذا الدين الحنيف
وبهذه الشريعة السميحة المباركة. وقد جاء ربنا في كتابه الكريم بدعوة عباده أجمعين إلى ما فيه الخير لهم، وحذرهم مما فيه من الشر لهم وعائد إليهم، وجاء وقام على ذلك بأدلة من كتابه. وجاءنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بما جاءنا به، فقام ديننا على أمرين اثنين: الأمر الأول الترغيب، والأمر الآخر هو الترهيب. وإن الترغيب والترهيب يقومان في ديننا بالتبشير للناس بما في ذلك من ترغيبهم إلى الخير، وفي تحذير الناس مما في ذلك من الشر لهم. وإنه في خطبة الأولى تكلمنا معكم وفقنا الله وإياكم على قوله سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. وإني في هذه الخطبة أحببت أن أتكلم على قوله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فأخبرنا عز وجل أنه أعد للمتقين وأعد لأهل الخير والصلاح جنات، إن للمتقين مفازا، وأي فوز أعظم من فوز الجنة. وهكذا أخبرنا عز وجل عما أعده لأهل جنته، قال سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ويقول سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وقال عز وجل: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وأخبرنا سبحانه عن أمور أكرم بها خلقه وعباده في الجنة. معاشر المسلمين، إن كلام الخطيب وإن تأليف المؤلف وإن خبر الواعظ
الذي يأخذه ويبين مما أعده الله لأهل الجنة، مهما وصف فهو يجد بين عينيه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما وصف فهو يجد أن أمامه فوق الخيال وأن أمامه فوق الكلام، ولكن نأخذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما وعدنا الله به وما أكرم به أهل جنته ممن يدخلونها. إننا الآن نبتدئ قبل دخول الجنة على مسافة 40 سنة، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن ريح الجنة ليوجد من مسيرة 40 سنة. ريحها يجده أهلها لو أن بينهم وبينها مسافة 40 سنة لوجدوا ريح الجنة إلى هذه المسافة العظيمة. على ماذا يدل هذا؟ إنه يدل على ما أكرم به أهل الجنة، وإن من كرامات وفضائل هذه الأمة أن أول من يقرع باب الجنة هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد جاء في مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أنا أول من يقرع باب الجنة، أول من يقرع هذا الباب إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: أنا أول من أقعقعها، أي أحرك أبواب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من؟ قال: فأقول: أنا محمد. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذه بشرى لأهل هذه الأمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتخيلوا يا معاشر المسلمين أن هذه الأمة هي أول أمة تدخل الجنة، وأول قائد لها هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أن يدق رسولنا باب الجنة حتى تفتح له أبوابها. واسمعوا إلى ما وصف به الأبواب. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما بين المصراعين، أي في الجنة ما بين المصراع والمصراع الآخر، لمسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهي كظيظ، أي من شدة الزحام. يأتي على هذه الأبواب التي ما بين الباب والباب، وهي 8 أبواب، وكل ما بين مصراع ومصراع لو يمشي الرجل 40 سنة حتى يأتي من المصراع الأول إلى المصراع الثاني. إنه مصداق لقوله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما أن يصل أهل الجنة إلى أبوابها إذا بها تتغير ملامحهم وتتغير هيئاتهم، فيقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وإن وجوههم كالقمر ليلة البدر إضاءة. هذا وجه من يدخل الجنة، كأنه القمر في شدة بياضه ونصعه، وإن طوله، أي طول هذا الرجل، وإنه يكون أي في العمر وهو ابن 33 سنة في أعز الشباب وأفضل الشباب وأجل الشباب، فليس في سن كهول ولا في سن ربي أوزعني ولا في سن طفولة، بل يدخل وهو في هذا السن الذي يكون بكامل قواه وبكامل نشاطه وقوته. ويدخل أهل الجنة، ما زلنا الآن على أبوابها،
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين وهم أبناء 33 سنة، جردا ومردا لا يوجد على أجسادهم شعرة، لا في الوجوه ولا في الإبط ولا في غيرها، وإنما على الرأس، لأن الرأس محل جمال وزينة، فيكونون بهذا الجمال وهم يدخلون على أبوابها. بل قبل دخولها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. يدخل أهل الجنة الجنة على قلب رجل واحد، لا تحاسد ولا تباغض ولا تناكد، قلوبهم مصفاة، نزع منها الغل ونزع منها الحسد ونزع منها الكبر ونزع منها الغرور. يدخلون وهم على قلب رجل واحد، وما أن تفتح لهم أبوابها إذا بملائكة الله تستقبلهم على أبوابها. الله أكبر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ولم يقل ربنا وفتحت، وإنما فتحت لأن هناك من يقوم بفتحها. لو قال فتحت لكانت تفتح، لكن جاء وفتحت بمعنى أن هناك من يقوم بفتحها لأهل الجنة وهم الملائكة. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. تخيلوا يا معاشر المسلمين، إذا دخل أحدنا جنته وإذا بالملائكة على الأبواب تستقبل من يدخلها وتناديهم بالنداء العظيم: سلام عليكم طبتم، طابت أخلاقكم في الدنيا وطابت أعمالكم في الدنيا، فطابت الجنة لكم مسكنا، طبتم فادخلوها خالدين. وما أن يصل الرجل إلى باب الجنة، اسمعوا إلى ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رجل يعبر على الصراط، فيأتي على الصراط وما معه ضوء إلا على أصبعه، فهو يخشى أن تتخطفه النار. قال صلى الله عليه وسلم: فيمشي على الصراط فتتخطفه يمنة ويسرة، يخاف أن يسقط ويخاف أن يهوى. قال: حتى يخرج من النار، حتى يخرج من هذا الصراط، فيقول الرجل: الحمد لله الذي نجاني منها بعد أن رأيتها، بعد أن رأيت أي النار. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا نجي منها ورأى باب الجنة ويأتيه مما في الجنة، فيقول: يا رب قربني، أي إلى الجنة. فيقال له: يا ابن آدم، أرأيت إن أعطيت هل تطلب شيء غير هذا؟ فيقول: لا. فيقرب ثم يمكث ما شاء الله، فيرى فيها قصرا في الجنة، فإذا رآه ظنه أمامه كالخيال، أي شيء مستحيل أن يكون هذا في نظره هو حقيقة، لقوة ما فيه ولقوة جماله وبهائه، فيطلب من رب العالمين أن يدخله، فيقول له: يا ابن آدم، أرأيت لو أدخلته هل تطلب غيره؟ فيقول: لا يا رب. والشاهد من هذا: هذا رأى قصرا في الجنة، فكيف لو دخلها الآن؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. أرأيتم العصا، لو أن أحدنا معه بما يقاوم وضع العصا في الجنة لكان هذا خير من الدنيا وما فيها. معاشر المسلمين، إذا دخل أهل الجنة الجنة ووجدوا فيها بغيتهم ووجدوا فيها ما لا يتصورونه، لا أتطرق كثيرا ولكني سآخذ نبذا يسيرة لضيق الوقت لدينا. اسمعوا إلى بناء الجنة. هذا رجل دخل جنة ربه وأكرمه الله بها،
يحتاج إلى مسكن في أرض الجنة، حتى أنه يكون في مسكن ومأوى. اسمعوا إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء من حديث أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله ما بناء الجنة؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك وترابها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. أما سمعتم إلى هذا الوصف؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هذه بنك الجنة بتعبير العصر، هذه بنك الجنة، بنكة من ذهب وبنكة من فضة. هذا استرسالا لفهم المعنى، وإلا فلا يقاس. وتخيل إذا وضع لك لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وشيد لك البناء في الجنة وأنت تراها من ذهب وفضة، قال: وملاطها المسك. هذا بما يقاوم بتعبير العصر، هذا هو الإسمنت الذي يوضع بين البلكة والبلكة الأخرى، ملاطها المسك، أي الإسمنت بتعبيرنا العصري يكون كما سمعتم من المسك، حصباؤها وهي الحصى من اللؤلؤ والياقوت، ترابها من الزعفران، وقد جاء بلفظ من المسك، أي أن ترابها مسك وزعفران يعطى لأهل الجنة، هذا بناؤها. بل اسمعوا إلى ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. هذا طول، يقول الإمام النووي رحمه الله، والميل الواحد بما يقاوم 6000 ذراع، أي بما يقاوم 96 بما يقاوم في هذا العصر 96 كيلو متر، هذا ارتفاعها في السماء 96 كيلو، يكون ارتفاع هذه الخيمة في السماء. هل رأيتم قصورا بهذه؟ هل مرت بكم خيال لهذه؟ يكون ارتفاع الخيمة الواحدة، فكيف بالقصور؟ هذه خيمة مجوفة وطولها في السماء بهذا الطول العظيم، لمن أعد لهذا ولمن أكرم بهذا؟ إنه من عمل الأعمال التي تورده إلى جنة الله. اسمعوا إلى ما أكرم الله به أهل الجنة من الفرش الناعمة والفرش العظيمة والفرش الكبيرة، ففي الجنة وفرش مرفوعة ارتفاعها عظيم وقدرها كبير. واسمعوا إلى قوله: بطائنها من استبرق. البطن هو ما يكون من بطن الفراش، فكيف بظاهر الفراش؟ إذا كان الباطن من الاستبرق فكيف بالظاهر الذي يرى ويعاين إلى الخلق والأسرة على سرر مرفوعة؟ ذكر القرطبي عن بعض المفسرين أن ارتفاع السرير 300 ذراع بما يقاوم أكثر من 100 متر، وقال المفسرون: يأتي الرجل من أهل الجنة ليصعد على هذا السرير، فيهبط السرير حتى يصعد عليه الرجل، ثم يرتفع بهذا الارتفاع بأمر الله الواحد القهار. إنها الجنة، إنها الجنة يا أهل الجنة، إنه التسابق إليها يا أبناء الإسلام. اسمعوا إلى أبوابها، قال صلى الله عليه وسلم: 4000، أي في القصر 4000، وكل هذه الأبواب من ذهب، وكلها من ذهب، إنها عطاء إلهي. وهكذا يقول سبحانه: الزرابي مبثوثة، والزرابي هي البسط، إذا وضعت في الغرف وتكون مبثوثة، أي منتشرة في الغرف، أينما جلس وجد له المجلس الهني في أرض الجنة. وأخبرنا عن الوسائد فيها في أرض الجنة، هذه بعض من أوصاف ما أعطاه الله لأهل الجنة من قصورها.
إذا بنى الرجل وتملك البيوت في أرض الجنة يحتاج فيها إلى المآكل والمشارب. اسمعوا إلى مآكل أهل الجنة وإلى مشارب أهل الجنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد فيها المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء. إن هذه الأنهار تأتي من جنة الفردوس من تحت سقف عرش، من تحت عرش الرحمن، وهي أربعة أنهار: نهر من ماء لا كماء الدنيا، لا مكدر ولا مغير، بل قد صفي بالمصافي الإلهية، هذا شراب لأهل الجنة. وأنهار من لبن، هذه الألبان في الجنة لا كألبان الدنيا التي يعتريها الحموضة والتي تعتريها السآمة من شربها، إنها أنهار من لبن وأنهار من خمر، إنه خمر الجنة لا يصدع الرؤوس ولا يجعل الرجل خارج عن نطاق إرادته وأمره، ولا يسبب له الأمراض المستعصية، ولا يجعله في حالة خطرة، إنه خمر الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة أو في الآخرة. فيا من تعاطى شرب الخمور اتق الله وارحم نفسك، لا تتسبب في أن تحرم من خمر الجنة. قال ربنا: وأنهار من عسل مصفى، هذه الأنهار في الجنة، وهذا شراب أهل الجنة. وجعل في الجنة الكوثر، وجعل في الجنة شراب الزنجبيل، يشرب أهل الجنة من أيها شاءوا، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إذا كان هذا في الدنيا فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض. واسمعوا إلى طعام أهل الجنة. يقول ابن عامر رضي الله عنه: كنا نفرح بالأعراب ومسائلهم، أقبل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة مؤذية. فقال له النبي: وما هي؟ قال: شجرة السدر في سدر مخضود. فقال له النبي: أو ما سمعت مخضود؟ خضد الله شوكة، فجعل تحت كل شوكة منها فيها 72 لونا من الطعام، وكل لون لا يشبه الطعام الآخر. تخيلوا سدرة في الجنة، كم في سدر الدنيا من أماكن للشوك، وكم أعداد الشوك فيها وهي في الدنيا، فكيف بالجنة التي الشجرة الواحدة يأتي وصفها، وتحت كل شوكة فيها 72 لون، وكل لون لا يشبه الآخر، طعام غير الطعام. إذا كان شوك واحد فيه 72 لون ولا يشبه بعضه بعضا، والشوكة الأخرى فيها 72 لا يشبه الأول ولا يشبه الذي هو تحته، ألوان عدة من الأطعمة وألوان عدة مما تشتهيه الأنفس. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذا الوصف العظيم يبشر الأمة بما أعطاهم الله فيها وبما أكرمهم الله. استغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، معاشر المسلمين، إنما أكرم به أهل الجنة وما أعطى ربنا فيه لأهل الجنة. ينبغي للمسلمين أن يتسابقوا في الأعمال الموصلة إليها، بل مما أخبرنا به في الجنة الحور العين. إذا كان للرجل المسكن ووجد له الطعام
ووجد له الشراب فيحتاج إلى الزواج. اسمعوا إلى وصف حور العين في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: للمؤمن فيها زوجتان يرى مخ الساق، يرى مخ الساق من وراء 70 حلة. وجاء بلفظ أنه يرى مخ ساقها مثلما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء، يرى مخ ساقها مثلما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من أهل الجنة إلى الدنيا لملأت ما بينها ريحا، لو اطلعت لكان ريحها، أي فوح الريح لما له من الجمال، سيضيء ما بين المشرق والمغرب، يشم هذا الريح كل من في الأرض جميعا، هذا ريحها. بل يقول في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الرجل ليرى زوجته في الجنة فينحرف عنها، ثم يعود بنظره إليها فيأتي وقد زادت إلى 72 ضعفا من الجمال، مجرد أن يحرف بصره ثم يعود ينظر إليها يرى قد ازدادت على الجمال الأول إلى 72 ضعفا من الجمال. وتراه الحورية في الجنة ترى زوجها فتنحرف عنه، ثم تعود في النظر إليه فترى أنه قد ازداد إلى 72 ضعفا من الجمال. وتخيل لو تغيرت صورته في الساعة كذا وكذا، كم ستتغير عليها الألوان، زيادة جمال وبهاء. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع إلى الدنيا واطلع سواره، أي الذي على يده، لكان ضوءه في الدنيا أكبر من ضوء الشمس، ولكان ضوء الشمس عنده بمثابة ضوء النجوم أمام الشمس. إذا ظهرت الشمس هل ترون النجوم؟ الجواب لا. والرسول يمثل: لو اطلع هذا إلى الدنيا لكان هذا السوار ضوءه لغطى ضوء الشمس، ولأصبح ضوء الشمس غير ظاهر، هذا سوار في الجنة، فكيف بهيئته؟ بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر أن الرجل في الجنة يشتهي الولد، فيأتي أهله أي من الحور العين، فيأتيها فيكون الحمل والوضع والشباب على الهيئة التي يريدها الرجل في ساعة واحدة، تحمل المرأة وتلد ويصير الطفل شابا في ساعة واحدة. ما هذا العطاء؟ بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر أن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، أمشاطهم الذي يمتشطون به أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك، العرق من مسك. أما أين يذهب الطعام والشراب؟ فها هو الرسول يخبرنا، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في طعام أهل الجنة إذا أكلوا فإنه يخرج من أجسادهم رشح كرشح المسك، أي عرق رائحته كرائحة المسك. قال: فإذا البطن قد ضمر ما بقي يحتاجون إلى الخلاء ولا إلى حمامات وغيرها. وهكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. هذا كله في الجنة للرجال وللنساء، عطاء الله يعطيه سبحانه لمن يشاء. بل اسمعوا إلى ما أكرم الله به أهل الجنة على سرر متقابلين. ذكر بعض المفسرين من تفاسير الآية أن أهل الجنة ممن تعارفوا في الدنيا، هذا يعرف صاحبه،
إما جار له، وإما معه في الصف الأول، وإما صديق لهم في الجنة. قال الله: متقابلين يأتون إلى هذه الأماكن، ويكون عليها الرجل مع صاحبه يتذاكرون أمور الدنيا وأحوالها ليزدادوا بذلك عطاء وفرح. وبعض أهل التفسير يقول: على سرر متقابلين. قال: أي في الجنة الرجل مع أهله لا يولي الآخر ظهره، بل يتقابلون زيادة فيما أعطوا فيه في الجنة. وأكرم الله أهل الجنة بسوق يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونه في كل جمعة، ويا ترى ماذا في هذا الأسواق؟ ماذا يباع ويشترى؟ إنه يزدادون في ذلك الحسن والجمال. يذهب إلى هذا المكان في كل جمعة، يعطيه الله جمالا إلى جماله وحسنا إلى حسنه. يرجع إلى امرأته: ما هو الذي أتيت به؟ إنه الجمال. يزداد بذلك جمالا لامرأته، وتزداد به جمالا. اسمعوا إلى وصف الجنة: وهل فيها شمس وقمر؟ يقول كثير من المفسرين: أي أنه في الجنة ليس فيها ضوء كضوء الشمس فيحرق، ولا زمهرير وهو البرد، وإنما يكون الضوء ضوءا هادئا لا يشعرون بحرارة ولا ببرودة. وتخيلوا يكون الضوء ضوءا هادئا في الجنة على أوصاف أرادها الله، وإذا بهم لا برد ولا حر، فلا تحتاج إلى ما تدفئ به جسدك، ولا تحتاج إلى ما تحمي به من مدفئة وغيرها، وإنما أعطيت لك كما سمعتم، لا فيها شمس ولا فيها برد. ويكرم الله أهل الجنة بنعيم عظيم، أما ترون ما هذا النعيم؟ اسمعوا إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ينادي الله في أهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وممن ينادى له بهذا النداء. فينظرون فيقول الله لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف ربنا الحجاب عن وجهه، فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. الله أكبر. يا أمة الإسلام، تخيلوا إذا كان الواحد منا في الجنة والله يناديه: هل رضيت؟ فإذا به يرفع بصره ويكشف ربنا الحجاب عن وجهه، يكشف الحجاب عن وجهه، فينظر إليه الخلق: هذا الذي ركعوا له، وهذا الذي سجدوا له، وهذا الذي أكرموا به. إنه النظر إلى وجه الله في جنة الله. ويأتي ختامها أنه يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة، خلود بلا موت، ويا أهل النار، خلود بلا موت. بعد أن يؤتى بالموت كهيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، ينظر أهل الجنة إليه ويذبح، وهو الذي يقال لهم بلا موت، أي لا موت بعدها. نعيم لا تفنى، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، الذي قال فيها النبي: إن في الجنة شجرة طوبى مسيرة 100 سنة، من يمشي عليها الراكب 100 سنة، يخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. لا تحتاج إلى مفصل ثياب ولا إلى مقياس، تأتي إلى الشجرة فتتمنى فتسقط لك اللباس من ألبسة الجنة. بل إنه أخبر أبو أمامة أن الرجل يشتهي الطعام، فيأتي إلى يده فيقرب وقد نضج فيأكل، ثم تتراكب العظام ثم يطير أمامه بأمر الواحد القهار. أسأل الله العظيم لنا ولكم الجنة.
أسأل الله العظيم لنا ولكم الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم لا تحرمنا الجنة بذنوب ارتكبناها ولا بمعاصي عملناها، إنك ربنا سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.